هي كيجي عاملين ايه؟ النهارده هنحل مع بعض المجموعه بتاعت المراجعه النهائيه للمستوى الثاني رياض الاطفال. تعالوا مع بعض كلنا نجهز ورقه وقلم. اول صفحه معايا، اول تمرين اكتب جمع الكلمات الاتيه. اول كلمه عندي كلمه فيل. فيل جمعها افيال. يلا كلنا نتملى مع بعض. اف مقطع ساكن، اف الف فاء، يا يا مد الف، لا لا لام، افيال. بعد كده عندي كلمه ولد. كلمه ولد جمعها اولاد. الف واو لا لام مد الف، ما ننساش يا كيجي اللام بتشيل المد الالف على ايديها، د د د. بعد كده عندي كلمة بنت جمعها بنات. ب نون مد ألف تاء بنات. بعد كده عندي كلمة صقر صقور. صاد قاف مد واو راء صقور. بعد كده عندي كلمة طفل جمعها أطفال. يلا نتمنى مع بعض يا كيجي. أط ألف ط ف مد ألف لام أطفال. كده عندي كلمة أب جمعها أباء. ألف باء ألف مد همزة على السطر أباء. السؤال اللي بعده، أكتب اسم الشكل بإضافة ياء الملكية. نركز يا ايه يا كيجي. طيب ده شكل ايه؟ كلب. لما هضيف له ياء الملكيه هيبقى كلبي. كتاب كتابي. كتب كتبي. السؤال اللي بعده، ضع ضمير مناسب هو هي انا نحن. قال لي اي ضمير يا كيجي، ما حددليش ضمير معين. طيب انا عندي اول مثال هنا، عندي كلمة أب. أب دي اسم ولا فعل؟ اسم. يبقى اسم هتاخد يا إما هو أو أنا، هننفع الاثنين ماشي. بعد كده كلمة رجال. رجال دي اسم جمع، يبقى هتاخد نحن. بعد كده نشرب. نشرب ده فعل، أوله نون. نون نحن تحب نون الفعل، نحن نشرب. بعد كده عندي أسمع. أسمع دي فعل، أوله ألف. ألف أنا تحب ألف الفعل، أنا أسمع. بعد كده عندي يجري. يجري دي فعل، أوله ياء والولد يحب الياء، يبقى هو يجري. تلعب فعل، أوله تاء والبنت تحب التاء، هتبقى هي تلعب. يفهم هو يفهم. تغسل هي تغسل.